مساء الخير عليكم. النهارده انا هعمل كوكتيل خفيف كده، كوكتيل اسمه تداعيات. تداعيات، اتكلمت قبل كده عن انتخابات البابا، واتكلمت قبل كده عن الدستور، وكنت الحقيقه في الشريط الفيديو بتاع انتخابات البابا كنت حاد شويه، لان الموضوع كان في سخونيته لدرجه ان في ناس افتكرت ان انا ليا مصلحه خاصه. انا ماليش مصلحه خاصه باي من المرشحين، بس انا عايز حد يجي يقود على هذا الشعب قياده صح. قياده صح بمعنى ايه؟ انا كنت ضد ان احد من سكرتاريه البابا يترشح لمنصب البابا، وذكرنا بالتحديد، وان كان ما ذكرناش بالاسم لكن الكل فاهم انا اقصد مين. لما قلت الشخص اللي هو من سكرتاريه البابا وقالوا انه تنبأ بان هو هيبقى اسقف، وان احد الاباء الرهبان قال انه هيبقى بابا، وانه 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 بيعد نفسه لهذا المنصب، وقلنا ده ما ينفعش. ليه؟ قلنا اسبابنا. وقلنا برضو فيها حد تاني من سكرتارية البابا هو اسقف لاحد الابروشيات وفي نفس الوقت في السكرتارية وبيقود المجمع المقدس، برضو ما ينفعش. وقلنا ما ينفعش لاسباب كتيرة، منها عدم حكمته في القاء التقارير، كمثال لما قال في لقاء مع عمرو اديب بيسالوه بيقولوا له ابونا زكريا بطرس ليه ما يوقفش عن الهجوم على الاسلام، فراح رد عليهم رد فيه عدم حكمه اطلاقا، قال لهم وقفوا للقنوات الاسلاميه اللي بتهاجم المسيحيه وانا اشرح لكم ابونا زكريا بطرس، مع العلم بانه هو ملوش سلطه على ابونا زكريا بطرس وما يقدرش يشلحه، لان ابونا زكريا بطرس مش تبع الكنيسه الارثوذكسيه في الوقت الحالي، منفصل عنها، والكنيسه في مصر ملهاش سلطة على أبونا زكريا بطرس، فإزاي هو بيورط الكنيسة في موضوع زي ده؟ يبقى ده تقرير ممكن يعمل فتنة وممكن يعمل مشاكل مع الكنيسة القبطية. برضه في مرة قال إن هو عايز البنات المسيحيات يتشبهوا مش عارف بإيه عشان يبقوا إيه؟ وكأنه بيقذف البنات المسيحيات بصورة مش كويسة، دي حاجة تانية. حاجة تالتة برضه ان هو بيكلموه في القاء فبيقول ان الاخوه المسلمين هم ضيوف علينا في مصر. لا هم مش ضيوف يا سيدي، دول لهم 1400 سنه. هو في ضيف بيقعد 1400 سنه؟ ما هو حاجه من اتنين، يا اما انت تكون يعني معاهم تقول ان هم فاتحين فتحوا مصر، او ضدهم تقول ان هم غزاه مستعمرين. حاجه ثالثه لا، يا اما فاتحين زي ما هم بيقولوا ده مصر كان تبع الفتح المصري يبقى هم فتحوا مصر، يا اما هم مستعمرين. اما حكايه ضيوف دي ضيوف، لا ما فيش حد بيبقى ضيف 1400 سنه ضيف، ده اللي بيروح دوله ويقعد 5 سنين بياخد الجنسيه بتاعتها، هيقولوا له ضيف انت بعد 5 سنين؟ لا بياخد الجنسيه خلاص، دول ناس قعدوا معانا والجنسيه مصريه، ما يتقالش الكلام ده. وقلنا ان احنا 3/4 المسيحيين ساعتها زمان اسلموا واخدوا الجنسيه، ما نقدرش بقى نقول انهم بعد ما اخدوا الجنسيه بقى يعني بقوا مسلمين مصريين تسحب عنهم الجنسيه المصريه، ما ينفعش الكلام ده. ففي حاجات بتبقى كده افتكاسات وتعبيرات ملهاش لازمه ما تتقالش. فبالتالي احنا الشخص اللي محتاجينه في الفتره اللي جايه لازم يكون حكيم، لازم يعرف فيه هو بيقول ايه. يعني قداسه البابا شنودة ما كانش بيتكلم كتير، كان بيتكلم قليل قوي، ولكن لما بيتكلم في حكمه، ولكن لما كان يحس ان الكلام ممكن يعمل فتنه كان بيسكت ما بيتكلمش، بيفضل بيقول فضيله الصمت، نحن نصمت لكي يتكلم الله، نحن نصمت عشان ما نغلطش، نحن نصمت لكي يتكلم الله. ففضيلة الصمت برضو مهمة قوي. طبعا بالنسبة للناس اللي هم بتوع الكنيسة، عندما انا اقول فضيلة الصمت انا بتكلم اهو مش هسكت، يعني طالما في حاجة غلط لازم اتكلم، انا راجل علماني اتكلم في السياسة واتكلم في كل حاجة ما اشوفها بغلط لازم اتكلم فيها، ما اقدرش اسكت عشان حقي وحق الناس كلها ما يضيعش. طيب احنا خايفين ليه من ان حد من السكرتارية دول يجي بطرك؟ أؤكد لكم لو جه حد من سكرتارية البابا مسك بابا وبطريرك الكرازة المرقصية الكنيسة هتتفكك، هتتفكك ولن تستمع لراعيها. ما نجيش لواحد اتقال عليه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ويجوا بالانتخابات الهاميونية اللي هيعملوها دي يقول لك ينفع. ليه بقى؟ قداسة البابا شنودة كان ليه كاريزما وكان ليه قداسة جوه قلوب الناس. ف
فكان لما يطلع قرار شديد من البطرك الناس كانت بتستحمله. ليه؟ لانها كانت حاسه بقداسه البابا ولازم تسمعه عشان قداسته. لكن لما يجي واحد الشعب كان بيقول عليه ما ينفعش وبيشك في قدرته وبيشك في روحانيته، اي قرار هيصدر عن البابا هيحصل تمرد من الشعب. يعني كان في جماعه اللي هم عندهم قضايا الطلاق والطلاق الثاني والكلام من دوت وعايزين يتطلقوا وعايزين يتجوزوا، الكنيسه كانت واقفه، الشعب برضه رضي بقرار البابا. لكن لو تكررت حوادث مثل الحوادث دي بتاعت الطلاق و و و و و تعنت الكنيسه هيدفع الناس للجواز المدني او تغيير المله. يبقى احنا محتاجين واحد يجي يمسك بابا يلم الناس بروحانيته، يلم الناس بروحانيته حواليه. انا للاسف دلوقتي اغلبيه الناس اللي هيشتركوا في الانتخابات الارخنه، اؤكد ليكم هم مختارينهم بطريقه انهم ينتخبوا واحد من السكرتاريه بتاعت البابا، والاهداف انا قلتها قبل كده وكلهم مسستمين نفسهم على كده، والاسقف قابلت ناس من دول عشان ناس بعينها اللي بنقول عليها ما ينفعش. يبقى الانتخابات دلوقتي بتتزور. انا واحد من الشعب بقول مش عايز حد من الاساقفة اللي هم في سكرتيرية البابا يجي بابا او يترشح، لانه هيبقى كارثة وبال على الكنيسة. عايزين حد يتميز بالقدسية ويقود الشعب. يبقى مخاوفي من ان حد من سكرتارية البابا يمسك بابا انه هيحصل تمرد داخل الشعب القبطي. وسوري، احترام الكهنوت هيضيع، واحترام المطارنة هيضيع، واحترام الكنيسة كمان هيضيع. احنا عايزين حد يجي من الدير لكرسي البطرك. الحكاية دي اخدت مني كلام كتير مش هطول فيها، قلت الخلاصة ومش هكرر الكلام في الموضوع ده، وليكم انكم تستنوا وتشوفوا الدنيا فيها ايه. نطلع بقى من قصة انتخابات البابا لقصة الدستور. والحقيقة قصة الدستور دي بنسمح فيها مهازل، مهازل للصبح. ناس قال أعدل لي عشان في جمعية الدستور قال عشان يعملوا لي مادة سيادة لله. سيادة لله؟ هو الله هينزل يقعد لك على كرسي عشان يحكم؟ سيادتي لله. ولا واحد تاني يقول لك لا ده أنا عايز مادة في الدستور لحماية الذات الإلهية. يا سبحان الله، حماية الذات الإلهية؟ مين ده اللي هيحمي الذات الإلهية؟ هو احنا هنحمي الذات الإلهية؟ ده الذات الإلهية تحمينا كلنا وتحمي العالم كله. ده احنا لما بنزلنا بنقول يا رب الحقنا، يا رب احمينا، يا رب قوينا، يا رب انقذنا. احنا هنحمي الذات الإلهية؟ دي مادة إساءة للذات الإلهية أساسا. كون في مادة موجودة اسمها حماية الذات الإلهية دي إساءة للذات الإلهية. السيادة لله، طب ما السيادة لله معروفة. هو السيادة لله دي هشرحها بكتاب انا؟ هحطها مادة في الدستور عشان اشرحها؟ ما اذا كنتوا ما بتعرفوش تكتبوا دستور ما تشوفوا الدول الناجحة، شوفوا دساتيرها معمولة ازاي وخدوا منها واكتبوا، خدوا منها واكتبوا يا جماعة. مش عيب ان واحد يتعلم من دولة ناجحة. ما تروحليش لدولة خربت وغارت في 60,000 داهية وما لقياش تاكل تقول ناخد من دستورها. لا، دولة على دولة عليها العين كده، دولة حلوة كده، نهضة فيها نهضة، نهضة مش النهضة، لا نهضة، نهضة فيها ميكنة، فيها تصنيع، فيها حضارة، فيها اقتصاد، فيها علم، فيها تكنولوجيا، فيها طلوع فوق المريخ، فيها طلوع للقمر. دي الدول اللي هي فيها نهضة. دول كتير اللي موجودة فيها دساتير يعني. وبعدين أنا قلت دايما في كلمة حتى في ناس اعترضت عليا بقول فيها دايما إن البلاد بتاعتنا مش هتتصلح غير لما يصرح فيها بالحرية لجميع البشر وأولهم الملحد. الملحد اللي بيقول مفيش ربنا لازم يكون عنده حرية التعبير.
وحرية الحياة. ده إن ما خدش حقه كملحد لا المسلم هياخد حقه ولا المسيح هياخد حقه. الناس مش فاهمة، تقول إيه ده؟ إيه ده؟ ملحد عايز ياخد حقه؟ آه ياخد حقه وياخد حرية التعبير. هو أنت وظيفتك إيه يا متدين اللي بتعرف ربنا؟ عايز يحاورك خش معاه في حوار. أنت مسلم يقنعه بالإسلام، يقنعك هو بالإلحاد، يقنعته أنت بالإسلام. أيوة يا مسيح، أنت مسيحي وعايز تقنع الملحد بالمسيحية، حاول تقنعه. يقنعك هو بالإلحاد، يقنعته أنت بالمسيحية. أنت يهودي، أهلا وسهلا. يتقنعه باليهودية، يقنعك بالإلحاد. شوفوا بقى مبرراتكم إيه. بس معلش، هو الصح في الحياة إن إلهنا ربنا موجود، وفي 100,000 إثبات إن الله موجود، فبالتالي صاحب الدين هو اللي مفروض يفوز بحرية الحوار. لكن لما يبقى فيه حرية بقى وكتم على أعصاب الناس، الملحد ده عايز تقتله. هو يبقى مسيحي يتذبحه، يبقى يهودي يتذبحه، يبقى مسلم يتذبحه. ما تقنعه، مفيش مخ بيفكر. اقنعه حوار. وهو إذا تحت التهديد بقى مسيحي، ده هيبقى مسيحي فعلا؟ لا لا، مش هيبقى مسيحي فعلا. ده حتى في الإسلام في قصة عن الرسول الكريم، إنه قالوا يعني جم مجموعة قالوا له إحنا أسلمنا، إحنا أمنا خلاص بيك. قال لهم لا، قولوا أسلمنا، ما معناه عشان ما غلطش في ذكر الحديث، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. يعني أنتوا قلتوا أسلمنا باللسان لكن إيمان ما أمنتوش. حتى الرسول كان بيعرف، الرسول الكريم كان بيعرف دول مؤمنين ولا مش مؤمنين، ولا لسه بيدرسوا الموضوع. فبالتالي أعتقد لو كلنا بقينا مسيحيين بالاسم مفيش إيمان جوه قلوبنا، أو مسلمين بالاسم مفيش إيمان جوه قلوبنا، يبقى ده مش مظبوط. احنا عايزين الإيمان يبقى إيمان فعلي، عشان يبقى الإيمان مترجم لعمل. زي الإمام الغزالي لما قال رحت أوروبا وجدت مسلمين بدون إسلام. الإمام محمد عبده أذكر، أو الإمام محمد عبده قال وجدت مسلمين بدون إسلام، وفي بلادنا يوجد إسلام بدون مسلمين. احنا عايزين الشخص يبقى فعله وعمله، يعني عايز أعرف الدين تعامل، الدين سلوكيات، الدين تعاملات بين الناس. يجي لي في الدستور يقول لك عايزين نلغي المادة بتاعت الرق. يخرب بيت كده، ايه ده؟ عايز ترجع لنا العبيد تاني وسوق النخاسه تاني؟ طب ليه؟ عشان زمان من 1200 سنه 1300 سنه كان في النخاسه. والله انا اذكر ايام الاخوان في الجامعات كانوا بيلبسوا بنطلونات جينز وبدل جينز، فكانوا بيسالوهم ازاي انتوا بتلبسوا بدل جينز وبنطلونات جينز والكلام ده ما كانش في الجاهليه. فهم راحوا قالوا صرحوا، قال لك لو الصحابه موجودين معانا اليومين دول كانوا لبسوا جينز. يعني حتى في ناس بتتغير. احد السياسيين بيقول لك لو الصحابه عايشين كانوا حطوا ايديهم في ايدين الناتو. الله، في ايدين حلف الناتو. طب ما هم بيتغيروا. طب ما احنا افكارنا بترجع لورا ليه؟ عايزين نرجع النخاسه، وعايزين نرجع الحريم وسوق النخاسه، والسن يرجع اقل من 9 سنين تحديد سن الجواز والكلام دوت. ده معنى كده يبقى بقى بنود حقوق الانسان فيها حمايه للمراه، حقوق المراه بقى اكتر من الشرائع الدينيه بقى ولا ايه؟ لا 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 لا، اعتقد اني حتى لو الرسل معانا النهارده والخلفاء بتوع زمان معانا النهارده، لا كانوا هيوافقوا على مبادئ حقوق الانسان العالميه، لانها بتضمن حقوق الناس كلها، تضمن حقوق الصغير، وتضمن حقوق الطفل، تضمن حقوق المرأة. لكن اللي احنا بنعمله ده، ست ام ايمن طلعت في مجلس الشعب عايزة تحرم قانون التحرش، عايزة تلغيه قانون التحرش اللي هو بيجرم التحرش. حلاوتها سلامتها ام عصر. طب شغال التحرش اهو، ده كلام يا ام ايمن. طب التحرش اللي شغال دلوقتي الله اكبر، ده حتى المنقبات بيتحرشوا بيهم. يعني مش سايبين المتبرجات السفيرات، لا ده المنقبات والمحجبات بيتحرشوا بيهم. نلغي مواد في بلاد زي بلادنا؟ ما ينفعش ما ينفعش.
فبالله عليكم يعني بلاش بدل ما نبقى يضحكوا علينا في دول الخارج ويقولوا اللي بنعمله ده مش عيب لما نتعلم يعني. يعني مش عيب لما نشوف دستور لبلد محترمة متقدمة فيها نهضة مش نهضة فيها نهضة ونعمل زيهم؟ ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. كل سنة وانتم طيبين، شكر جدا، سلام.